سيدي داندي بالبوتيك باف، الدفعة الجديدة ألوان وايد تهبر، نزلت لكم أكثر من لون وأحجام مختلفة، وهم في الحجم الثاني اللي هو الأصغر. طبعا باف بكل زمان وبكل مكان، بس الحين وقته أكثر. ليش؟ لأن الصيف، فنصير نشرب سوائل وايد، يحفظ درجة البرودة 24 ساعة 100%، يعني مو خلاص صار حر نقطع ماي عصير مشروبات حق النادي أي شيء. حطيت هاللون هذا، ينفع شباب وبنات وايد حلو اللون هذا. هذا اللون الكيوت حق البنات، حق الدلوعات، لون وايد حلو، وزخرفة المارب اللي فيه حيل حبيتها، راقية، عرفتوا. هذا حجمه 750، هذا حجمه 500، والثالث حجمه 350، متوفر بالبوتي، بس أنا أكثر شيء أستعمل هذول الاثنين. دشوا شوفوا، راح تلاقون هم ألوان ثانية حطيتها اللي هي حق الصيف، ميكس أورنج مع أصفر، يعني ينفع الاثنين بنات وشباب، ميكس بينك مع أورنج، الألوان وايد حلوة. وفي بعد هالشيء هذا ضروري، انا احب انك اللي ياخذ هالشيء هذا. الغطاء هذا سعره دينارين ولا شيء، بس شنو اساسي وعملي حيل، حق الصيف، حق النادي، حق البحر. يعني الحين اوريكم شلون تسكيرته قويه ما يسرب، بس انه عملي. شلون ركبت الغطاء الثاني؟ اوبن. بالنسبه لي احسن وايد 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 من الغطاء الاولي، لان الاولي لما تشربين لازم تديرين بالك، يعني لازم تركزين. هذا لا عادي نقول بحر، لان الحين وقت بحر وما في احد ينزل البحر ما في ايده شيء يشربه، يعني وقت لازم تشربون فيه سوائل وايد، عرفتوا. هو يحفظ حرارة وبرودة، بس الحين احنا نحتاج حق البرودة شيء حلو، انه هي 24 ساعة. فاقولكم حق الماي، حق العصير، حق اي شيء. وبالنسبة لربع النادي هم وايد مفيد وايد، لان هم بالنادي وايد نشرب سوائل، كسوا ماي بي سي اي، بس ما ينفع حق بروتين هذا، لان ما اقول بروتين اكبر ولازم يكون في خلاط وكذي عشان. Which one you like it? This? You like it? خلاص شوفوا هذه الميسة اللي ما يعرف، طبعا وايد ناس يعرفون. أولا هاي ألوان جديدة، فهي نقطة. هذين عندكم بطل واحد يحفظكم من ماي حار أو أي شيء حار لمدة 12 ساعة، وإذا حطيتوا شيء بارد لمدة 24 ساعة. جاهز، بنمشي مشي رياضة. أهم شيء البطارة حبيناها بي بارد. أهلين بنات، استلمت حجمين من باف باتل، وحبيت أخبركم لأن التشكيلة جديدة والألوان جديدة والكمية محدودة، فبراويكم إياها. هذا الحجم الصغير، شوفوا كيف كيوت وحلو وعملي، يعني تقدرون تشيلونه وين ما تصيرون، السوق، النادي، سفر، حتى وانتو تشتغلون، وايد وايد حلوين. هذا حجم الكبير. أكيد كتير منكم عارفينه،
الباف باتلز بناتهم عبارة عن باتلز أوكي بيحافظوا على المشروبات الساخنة لمدة 12 ساعة والمشروبات الباردة لمدة 24 ساعة. كتير حلوين وعمليين، أنا جربتها صراحة مبارح، يعني سويت فيها كوفي ضلت نار الكوفي، فحلوة بنات وعملية للبنات اللي خصوصا عايشين بدول الخليج أو الدول اللي الجو عندهم حر. فيها كتير ألوان، رح أحط لكم هلا رقمها بالتفصيل.